فنقول بسم الله. وهل راح تيجي الشوغن؟ هل هو البعوص؟ بسم الله. ممتاز ممتاز. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناه العاب خنفشاريه اوراكي جيمر. اهلا بكم بهاي اللقطات من جنشن. راح نسحب على شخصيه اسطوريه، واحده من افضل الشخصيات بلعبه جنشن كلها. اوكي لا تستغربون من صوتي، لان الساعه هسه بالاربعة الفجر حسن. ايش بيك؟ تخبلت الساعه بالاربعة الفجر تسجل وتو قاعد من النوم؟ يعني اخذتني النوم قبل لا تجي الشخصيه الاسطوريه. اوكي وهسه متحمس لها، بحيث لازم هسه اسجل واحصل على الشخصيه. اوكي الشخصيه الاسطوريه هي الرايدن شوغن، يعني وجودها بحسابك ممكن يكر الحساب كله تقريبا. مبالغ فيه بس ياب. هسه انا بالسحبه رقم 71 شني 71 وعندي 116، مو 50-50، احتمال كبير يطلع لي باعوس. اوكي بس اذا طلع يعني بهالعشر سحبات الجايه لازم يطلع لي 5 ستار، فنقول ان شاء الله تطلع لي من اول 10 سحبات. طبعا من الشخصيات الجانبيه هاي ما اريدها، هاي ما اريدها، عندي كل الكونستليشن عندي من عندها، وهاي ما منها فايده، هاي مفيده يعني يمكن تفيد. الشخصيات الاربع ستار اللي اريدنهن ما بالعاده ما يطلع لي بالبنرات اللي اريدنهن. يعني شوف الاسطوره حتى بالتريلر مالها كانت شخصية اسطورية هاي. دعم. طبعا مستخدمة رمح. اوكي عنصرها الكهرباء. دعم. الاي مالتها ممتازة. تطلع كهرباء. واي ضربة اضربها تجي سلاش كهرباء وياها. فدعم دعم. الالتيميت مالها بعد تحفة. تحول الى سيف. حركاتها تصير. شوف السرعة اللي يهمني انا. هو اذا مزجت بالعناصر يختفون الوحوش. نايس التمت. يا اخي الشخصية اسطورية. بعد ياو وات خلص ايزي. يعني هاي الشخصية غير، والشيء هي اصلا شخصية سبورت وتقدر تستخدمها كدي بي اس. اوكي نايس. الانيميشن يا اخي هم مبدعين، جنشن مبدعين بالانيميشن. يعني حركة الشخصية شلون شالت السيف. دام الشخصية ما قاتلتني غير هاي الوصلة الصغيرة قدامي. يا اخي الملابس هذا الزي التقليدي ليش مقصرينه يا رجل؟ ما ادري، هاي قهرتني، هاي عجيبة. يعني الملابس مالتها ليش من قدامي مقصيرة ما ادري. المهم نسحب للشخصية. متحمس مرة للشخصية، بحيث انه هسه الوقت مو مناسب للتصوير، بس هم راح اقعد واصور لان مرة متحمس للشخصية. اوكي اول عشر سحبات راح تطلع لي شخصية 5 ستار. اذا باعوس اتمنى يعني جين او تايناري او مونة ما عندي، بس اتمناها جين لان عندي كونسليشن جاوي وجاي تقوى بالكونسليشن. فنقول بسم الله. وهل راح تيجي الشوغن؟ الشوغن اصلا بديت اتوتر. ما يصير ارجع السحبات ذني. هل هو البعوص؟ ثلاثة 5 ستار واحد ورا الثاني. دايم حسن دايم. وات الشوغن؟ يعني لحد الان انا جاي افوز بال 50-50. يعني كل شخص جديد 5 ستار افوز بيهم بال 50-50. الثالثة يلا خسر. روزاريا عندي كونسليشن. دام
دام والله ما توقعت هالحركة. وات يا اخي يوم تخلصن هالميت سحبة. خلي سحب بعد بلكي تطلع كوجو سارة. اوكي ياب كوجو سارة. ايه الشخصية هاي الشخصية ملابسها اوه حلوة. ملابس الزي هذا مالها بيه تفاصيل ترتيبات يعني. الشخصية شكلها هيبة والقناع حلو يعني. على الاقل مو قصير مني انا. بس هي هاي الشخصية كلها عبارة عن بوف تريد اذا تريد تخليه للشوغن. ياب شنو هسه المفروض انهي الحلقة يعني؟ مقطع خلاص بسرعة. توقعت راح يطلع لي باعوص انه تعال نخلص الميت سحبة ويطلع مقطع اشطولاته. بس نشوف الشخصية هسه وين كوجو سارة اول شي. وش عندي كونسليشن اله الاول بس. نايس نايس وين الشوغن؟ الشوغن قاعدة بالاخير. عفا والله عيب علي. شوغن خالينها بالاخير. عفا لا ونطورها همينة. اذا ما ارفعها للتسعين شنو ظل اخر شيء؟ لان كل شخصياتي اقل شيء 20. لازم هسه 90. مستحيل اتركها. عندي طن موارد. موارد محتفظ بيهن من قبل 10 بنارات. هواي سكبت بنارات لعيونها. طبعا الشخصية قوتها بالانرجي ريتشارج. تقوي الانرجي ريتشارج تصير شخصية قوية. 70 هاي للثمانين. عمي ناس طاقة. وهي اوكي صار انا 22 مليون. شنو صرت فقير شباب؟ وهاي التسعين لعيونها. نايس. عندك ناتشم سحبة. اذا ما شفتوني اسحب على سحبات اخذها من التطوير يعني انا كل شيء ما حصلت. المفروض هسه احصل. يا اخي تحفه الشخصيه قوية. دام هاي ثاني اركون ثالث اركون. اوكي دام يا اخي الشخصيه بعدني ما مصدق الشوغن بحسابي. المفروض احصل شيء 5 ستار. المفروض 5 ستار بالسحبه هسه 60. صراحة عندي سحبات يمكن اجيب السلاح مالها. اوكي هذا سلاح ممتاز ينطي انرجي. السلاح الممتاز لها يعني اللي اقوى سلاح خلينا نقول. بس راح اعطيها سلاح مال العزيز الاركون القديم كلش مال زونجلي. يب عندي سلاح اتش بي يعني. يب هذا سلاح اتش بي. راح اخذ سلاح زونجلي. زونجلي راح ياخذ سلاح اتش بي وسلاح اتش بي يفيده. هذا السلاح ممتاز لهاي الشخصية. اوكي شلون هذا السلاح ينطيها انرجي ريتشارجر اللي تحتاجه وبي بيس اتاك ممتاز و بي بيرس دامج ينطيني 32 على الالتيميت مالها. اوكي الكيو مالها 32 دامج اضافي ب 32% يعني. اوكي وينطيني كريت ريت 12%. اوكي بس خلينا نشوف احصائياته يمكن ارتفع الكريت ريت. الكريت ريت بعده 5 وافشلتها. المهم ايش بقى بعد الترتيبات الارتيفكت. ارتيفكتات ممتازة حصلت لها. ياب من هذا يعني ارتيفكتات تحفة. ياب هذا الارتيفكت من طيل الكوتشينج. نايس نحتاج انرجي ريتشارج لا ننسى هذا الشيء. ياب هذا ممتاز انرجي وكريت دامج ويمكن يطلع الكريت ريت جوا. هذا ممتاز الكوب همين انرجي. انرجي هذا انرجي بس ما بي اي ستات بيها خير. هذا انرجي وما بي جوا ستات بيها خير. هذا بي انرجي
اوكي وكريت دمج ممتاز ممتاز. هنا شوفوا الحظ، شوفوا الحظ، طلع لي هذا الكوب اللي اريده من هذا النوع، والكترو دمج بونس اوكي، وكريت ريت وكريت دمج وانرجي ريتشارج همينه. يا اخي الا طوره، الا هسه اطوره. اوكي نذب عليه قطعه كامله، نقول بسم الله. اوهو ممتاز ممتاز. اوه احنا شنو نريد؟ احنا نريد كريت، نريد انرجي ريتشارج وهو المطلوب. طبعا كلش محظوظ بهذا الدومين، الدومين هذا ما دخلت له هواي، يعني من اول 7 محاولات حصلت ارتفكتات ممتازات. يا هوالك كريت ريت، ولو ما احتاج الكريت ريت لان سلاحي ما يقصر. ايه خلنا ناخذ اوكي. ايه بعد هنا ايش عندنا؟ لو كريت دمج، يابا كريت دمج عندي او كريت ريت، لا كريت دمج. خلينا نطوره. تتوقعون ينطيني انرجي ريتشارج جوا؟ بس حاليا انا مجبور على هذه الحركة، مجبور على هذا الارتفكت. لا ما مجبور على هذا الارتفكت صراحة. ليش؟ لان عندي 4 قطع من نانا من نفس السيت، اذا الي الحرية انه اختار من نانا اي قطعة. هنا انا ينطيني كريت ريت، هذا الارتفكت ممتاز، ينطيني 7 كريت ريت و11 انرجي ريتشارج. ينطيني 3 ريت 19 انرجي ريتشارج و9. ممتاز ممتاز، لا ممتاز محظوظ كلش. زين ما تخلصت من هذا الارتفكت. اعتقد هذا محتفظ به الهوتاو. تولي هوتاو. ياب كويب دام دام. يا اخي احنا تطورنا. ولو الحلقه هاي مو حلقه شو اسمه، مو حلقه تطوير الشخصيه، الانرجي، انرجي هسه بعدني ما مطور ولا ارتفكت اوكي، اول 3 ما مطورهن و 244 دام، ال 21 كريت ريت، 137 كريت دامج. فياه نايس نايس، شخصية مرة راح تصير قوية عندي، يعني راح ادللها. فا اوكي شباب، اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شي تقولونه او لعبة تريدون العبها كتبوا لي اياها في التعليقات. نشوفكم عقب باكر الساعة 7 بالليل ويا جنشن امباكت. اوكي يلا باي.